على المقطم. عشو؟ هو احنا كنا المفروض نروح الجبل، بس بعد ما شفناكي ممكن نروح ورا الجبل. جبل شو؟ الجبل اللي هو انت شفت ده ليه راحت فين؟ ده ليه ايه بس دلوقتي يا ابني والكارثه دي قاعده معانا؟ انا مش عارف هين عليهم ازاي خلوها سواق التاكسي. انا عارف. الو، شو يعني؟ ولك انا الحق علي بعدني بصالحك. اصلا انت الغلطان، انت بتعمل مشكل من ولا شيء. اكيد. لك بس بقى غيري بس. ممكن طيب تتخانقي بعد ما تنزلينا عشان نلحق نشبع منك؟ شو بدك مني هلا؟ قلي شو بدك. قلي هلا شو بدك. اديهوني. شو بدك مني؟ اديني الواد ده انا هتصرف معاه. اديهوني. اديهوني. ايه يا معلم؟ المكنه مضايقاك في ايه؟ باتت عند واحد صاحبك؟ انت بتي عند واحد صاحبه؟ انه ايه؟ وسكروا سوا؟ انت سكرتي مع صاحبه؟ انه ايه؟ وتصوروا عريانين ونزلوها على النت؟ انه ايه؟ لا ليك حق تتضايق طبعا. مش ده اللي مضايقك؟ امال ايه اللي مضايقك؟ انها شغاله سواق التاكسي وبتركب رجاله؟ امسك يا عم. يا اريال بقول لك ايه؟ بص لو الحاجات اللي فاتت دي كلها ما ضايقتكش فانت مستحيل حاجه في الدنيا هتضايقك. انت منين من لبنان؟ ضيعت ايه؟ طب بص يا ابن الضيع، هي هتوعدك انها مش هتركب رجاله في التاكسي ماشي؟ بس هستأذنك بقى يعني لو ينفع تبات معانا هي النهارده. لا كده عداك العيب وازعل. ماشي يلا في حفظ الله. في حفظ الله. الو، سكر الخط. يا ساتر يا رب. سكر الخط. كل ما نعلق بسكر الخط. ده مجنون ولا ايه؟ معلش انا فرجي. بدي انتحر. ليه انك هلا ركب حالي عن الجبل هلا. استني بس وصلينا الاول وبعدين كبي حالك من على الجبل. اطلعي يلا. اطلعي والله ما يستاهلش. ومفيش حاجه تستاهل، ده انت الغالي. ايه دي يا بهجه دي؟